صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. تأجل تسريح بصبوص وانخفضت أسهم تسريح الحكومة. احتدم نقاشها في السباق إلى التسلح الذي اندلع بين الوزيرين أشرف ريفي وحسين الحاج حسن، وتطور النقاش بعد فصل التعيينات عن ملف عرسال الذي نجح فيه وزير المال علي حسن خليل. لكن ولما كانت الحكومة في صدد إعادة الثقة بالجيش وقيادته وفقا لقرار سابق يكلفه طرد المجموعات الإرهابية، اعترض وزير الخارجية جبران باسيل على عبارة قيادة الجيش لأنها سوف تمنح الثقة لقائد مختلف على التمديد له. رفض حسن خليل هذا الاعتراض وقرأ فيه تشكيكا في الجيش في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى الثقة الكاملة لتنفيذ مهماتها. نقل وزير الخارجية الجدال من طاولة مجلس الوزراء إلى الرابي، حيث عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن هناك استهدافا مستمرا للمواقع المسيحية في الدولة، وسنرفض أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء قبل حل مسألة التعيينات الأمنية، ولما بنكون رافضين فنحن مش من مكان، نحن نص البلد. قال باسيل كلامه ولم يمشي من الحكومة، إنما ربط المشاركة بالتعيينات المترافقة مع الدعوة إلى الهدوء حتى لا تذهب الأمور إلى مكان آخر، معلنا أن أي تصادم في مجلس الوزراء لن يبقى داخل المجلس بل سيخرج إلى العلن وقد يولد انفجارا. معركة بلا ضحايا وخلاصتها استمرار التيار في الحكومة مع وقف التنفيذ، على أن أكثر المعارك تحقيقا للأهداف هي تلك التي يخوضها حزب الله في جرود عرسال بمشاركة إعلامه الحربي الذي ينقل مشاهد عن سير التقدم كنا اعتقدناها من روايات الحكوات لو لم تكن الكاميرا حاضرة ومصدرا موثوقا وحيا. وبالعين الجردية كان رجال الحزب ينزعون الراية السوداء ويزرعون العلم الأصفر قبل أن يلاحقوا عناصر النصرة وهم يهرولون بين الرمال. المشهد لم يكن افتراضيا بل واقع يظهر الإرهاب على صورة حشرات هاربة من مبيدات ستقضي على وجودها، وهذا ما يطهر الجردة من مبيقات لا تعرف خوض المعارك ولا تمتهن سوى الخطف والقتل، وإذا ضاق بها المكان تطلب الممرات الآمنة من عدوها. ما يقوم به حزب الله من شأنه حماية الحدود ومعها عرسال، ولن يعيد المنطقة المحتلة إرهابيا إلى عصر الجاهلية كما يدعي رئيس بلدية عرسال علي أبو عجيني، لأن الجاهلية لها مختصوها والنصرة وداعش أبرز طلائعها، وإذا تكرما فإنهما سوف يضمان رئيس بلدية عرسال إلى صفوفهما، وتلك ستكون أولى علامات تحرير البلدة من العصر الحجيري. إذن جلسة وزارية حامية انتهت بتسليم الجيش ملف عرسال وتأجيل التعيينات وسجالات ونقاشات وتحفظات بين وزراء الفريق الواحد، والعمل جار لإبقاء عمل الحكومة بصرف النظر عن تعليق بعض الوزراء واعتكافهم. اجتمعوا وكل يده على زناد ملفاته. وزير المال تأبط جدول أعماله، لا سيما أن وزارته والبلاد أمام استحقاقات مالية كبيرة، منها دفع رواتب الموظفين في أيلول وإقرار اليوروبوند وما له من تأثير في تصنيف لبنان المالي دوليا. وزير الزراعة أكرم شيب حمل معه هم المزارعين وتحركات أصحاب شاحنات النقل البري، مطالبا ببتها سريعا قبل وقوع الكارثة على ثلث مواطني لبنان وعلى اقتصاده. أما وزير الصحة وائل أبو فعور فحمل مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة لمواصلة معالجة المواطنين. فيما بقي وزير التيار متمسكين بمسألة التعيينات، ووزيرا حزب الله بملف عرسال. وبعد 3 ساعات من النقاشات تمكن المجلس من فصل الملف الأمني الميداني في عرسال عن ملف القادة الأمنيين. وبحسب مصادر الداخلية فإن الوزير نهاد المشنوق طرح تعيين العميد عماد عثمان خلفا للواء بصبوص، فلم يتم رفض الاسم، إنما اشتراط وزراء التيار على أن يكون التعيينات ضمن سلة واحدة حال دون إقرار هذا التعيين. إن مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة للأوضاع المأساوية في بلدة عرسال والناجمة عن تواجد المسلحين في جرودها وتركز أعداد هائلة
من النازحين السوريين داخلها وفي جوارها، وإذ يعلن المجلس ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته وتكليفه إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها. وبحسب معلومات الجديد، فإن هذه الصيغة النهائية لملف عرسال جاءت بتوقيع الوزير علي حسن خليل، ووافق عليها الجميع، وتحفظ الوزير باسيل مطالبا بإصدار قرار واضح بدلا من بيان مطول. وزير العمل سجعان قزي أشار إلى أن تحفظ التيار كان على ورود كلمة الثقة بقيادة الجيش، على اعتبار أن هذا ما قد يبرر استمرار التمديد لقائد الجيش العماد جون قهوجي وتجديد الثقة به. وهنا سجلت اعتراضات باقي الوزراء، منهم الوزيران خليل وقزي، الذي أكد في مداخلته أنه لا يمكن تكليف الجيش من دون ثقة به وبقيادته، فإما هذه الثقة تكون وإما لا تكون. الجلسة لم تخلو من سجال حاد بين وزير العدل اللواء أشرف ريفي والصناعة حسين الحش حسن، وهو على ما يبدو استكمال لسجال دار بينهما الجلسة الماضية حول تهريب السلاح. ريفي سجل تحفظه على بيان عرسال مطالبا بأن يشمل كل البقاع الشمالي لمواجهة أي تهديد يأتي من أي سلاح غير شرعي. فكان اعتراض من الحاج حسن على التحفظ، مشيرا إلى أن هذا الربط غير مقبول. وتطور السجال ليشمل اتهام وزير العدل لآل كرامي وعيد ببيع السلاح المقدم لهم من حزب الله إلى المعارضة السورية، مؤكدا أن لديه أدلة على ذلك. نفى الحاج حسن ذلك، رادا التهمة إلى ريفي بالقول: أنت وفريقك ما قصرتوا بسلاح. وتابع أن دولا عربية وإسلامية بدعم أوروبي أمريكي قدمت السلاح إلى المعارضة السورية، وأن هذا السلاح مر عبر الأردن ولبنان وتركيا عبر الفريق الذي ينتمي إليه اللواء ريفي، وأن الأدلة هي بسفينة لطف الله 2 وتلكلخ. وقال الحش حسن لريفي: سأخذك إلى المحاور وعند قادة المحاور ليقول لك من سلحهم. وبحسب معلومات الجديد، فإنه مهما كان قرار التيار الوطني الحر، فإن باقي الوزراء سيسيرون أعمال وزاراتهم بطرق مختلفة قد لا تحتاج إلى إجماع وزاري. باسل العريضي، قناة الجديد. ومساء أجرى رئيس الحكومة تمام سلام اتصالا برئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري، أطلعه خلاله على نتائج جلسة مجلس الوزراء وكذلك على نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية. وسئل بري عن الوضع الحكومي فأجاب أنه يتوقف على المعالجة، والرئيس سلام يتروى كما ترويت أنا كثيرا عندما تعطل البرلمان. الوزير محمد فنيش رأى في حديث لصحيفة السفير أنه لم يعد ممكنا لأحد أن يقول لا غطاء سياسيا للجيش لدخول بلدة عرسال، فالغطاء السياسي كامل للجيش لدخول البلدة ومحيطها، ولكن يبقى المهم التنفيذ وألا يلجأ أي طرف لوضع شروط وتحفظات أمام قرار تكليف الجيش دخول عرسال. وزير الخارجية جبران باسيل رد في مؤتمر صحفي في الرابية على تأجيل تسريح العميد إبراهيم بصبوص: نحن بنرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار بيطلع من مجلس الوزراء، ولن نسمح بإمراره ولا بالنقاش فيه قبل حل مسألة التعيينات الأمنية. وعشو مستندين بهالكلام؟ مستندين أول شيء أنه هيدي حكومة وفاقية بتشكيلتها متفقين عليها هيك، بممارستها من أول يوم دولة رئيس الحكومة قال أنا ما بمشي بشي مش توافق، إلى درجة أنه كنا عم نقول 24 وزير، لما وزير ما بيوافق توقف الأمور. نحن رئيس الجمهورية بالحكومة، هذا الدستور، مش عم نعمل تصرف وتفسير مخالف للدستور. نحن بما نمثل عند المسيحيين وعند المسلمين الأفريقال أخذ هذا الموقف، نحن نمثل رئيس الجمهورية، وبهيدا الحق وبهي الصلاحية طبعا ما بيمشي شيء بهي الحكومة بدون موافقتنا. ثلاثة، مين نحن بالبلد؟ نحن نص البلد، نحن أكثر من نص المسيحية، ونحن أكثر من نص البلد الناس اللي أخذين هيدا الموقف. ما بيتم التعاطي مع رأينا أنه هلأ منجيب بند من برا وهلأ منجيب بند تحت أي ذريعة. نحن كل اللي عم نطلبه خلينا يا شباب برواق وبحكمة وضنن بالبلد نحصر الأمور بالنقاش بمجلس الوزراء، لأنه ما لح نقبل أنه يمرق أي بند بمجلس الوزراء قبل ما نحل هالإشكالية الوطنية الكبيرة.
يلي فيها وجودنا بالبلد وفيها وجود لبنان كله سوا بمفهومه. لذلك الحين خلينا نضلنا محافظين على الهدوء وعلى علاقاتنا مع بعضنا الشخصية ضمن الأصول بمجلس الوزراء، أحسن ما الأمور تروح لمحل تاني، لأنه أي صدام رح يصير، ونحن عم نحذر ونحن عم نقول لوين رايحين، أي صدام بيصير بمجلس الوزراء لن يبقى دون تداعيات لإله برا مجلس الوزراء. وزير الداخلية نهاد المشنوق وقع قراراً قضى بتأجيل تسريح اللواء إبراهيم بصبوص سنتين. قرار التمديد لبصبوص قرار غير قانوني بألغام سياسية بحسب الوزير سليم جريساطي. تقرير أدم شمس الدين. لا يسعني سوى التأكيد على أهمية الحرص على إبقاء قوى الأمن الداخلي خارج الإطار التجاوزات السياسية، وعدم إطفاء أي صبغة فئوية أو طائفية أو مذهبية أو حزبية عليها. لم يكن لطلب اللواء بصبوص إبقاء قوى الأمن الداخلي خارج التجاذبات السياسية أي وقع على قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق ولا على ارتدادات الفريق الرافضي للتمديد، فقرار المشنوق المنفرد الذي تأكد يحمل في طياته عددا من المخالفات القانونية والدستورية بحسب الوزير السابق سليم جريساطي. أي قرار منفرد يتخذه وزير الداخلية بتأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي بلغ سن التسريح الحكمي هو قرار مخالف للقانون وللدستور. لذلك ينضم هذا القرار إلى القرار الذي اتخذ بتأجيل تسريح قائد الجيش. أي هلأ نحن عم نعيش في جو مخالفتين للقانون وللدستور، يعني المادة 65 من الدستور اللي بتولي مجلس وزراء حق تعيين وإقالة موظفي الفئة الأولى، وإلى هذه الفئة ينتمي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وإلى القانون لأن قانون قوى الأمن الداخلي لا يتضمن أي نص يشير إلى تأجيل التسريح. على أن المخالفة القانونية التي ارتكبها وزير الداخلية وفق جريساطي لا تحصر ببعدها القانوني فحسب، فمخالفة التمديد لبصبوص تأتي في سياق سلسلة التمديدات السابقة التي شملت قائد الجيش جون قهوجي. بذلك لابد من البحث عن الشق السياسي المستور في خطوة التمديد اللاقانونية. البعد السياسي معروف، إن عينوا مدير عام لقوى الأمن الداخلي ما في حجة لما يعينوا قائد جيش، ففضلوا المخالفة حفاظا على ما يسمى أو تحصينا لما يسمى المخالفة الأولى، وبالتالي الإبقاء على الجو السائد اليوم في الموقع العسكري الأول، وعلى طموح يزعمون أنه لدى القائد بالذهاب إلى معركة رئاسة الجمهورية، وهذا ما يضر طبعا بالقائد في حال صحته وبالمؤسسة العسكرية. وعلى الرغم من عدم قانونية الخطوة وبعدها السياسي التهويلي، يستبعد جريساطي أن تأتي على إحداث تغير جذري في وضع الحكومة، وستبقى الحكومة على حالها، وهي حال كان الوزير أكرم شهيب الأكثر دقة في توصيفها حين تنبأ برد فعل الطرف الآخر بالقول بيشلوا ما بيفلوا. آدم شمس الدين، قناة الجديد. حزب الله يواصل تقدمه في جرود عرسال وفرار مسلحين نصرة تحت وابل الرصاص. مرة أخرى الغلبة لحزب الله على جبهة النصرة في المواجهة الدائرة بين الطرفين. هذه المرة المكان جرود عرسال اللبنانية. أسقط مقاومو الحزب الراية السوداء هذه في أحد النقاط التي كانت تحتلها النصرة في سهل الرهوي بعد السيطرة عليه. شال الراية حط عايز أصبرا. الوصول إلى حاجز الرهوي سبقته سيطرة عناصر الحزب على معبر الدرب الواقع جنوب غرب جرود عرسال، بعدما كان يشكل في الفترات السابقة معبراً أساسياً لعشرات السيارات المفخخة باتجاه الأراضي اللبنانية.
الإعلام الحربي التابع لحزب الله بث هذه الصور التي تظهر تقدم عناصره صباحاً، معلناً أن عناصر النصرة فروا باتجاه عمق جرود عرسان. وأظهرت الصور أيضاً أفراداً من الحزب يمشطون المنطقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأعلن الحزب استهداف آلية عسكرية تابعة لجبهة النصرة في أثناء فرارها من منطقة الرهوة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها. في المقابل تحدث مراسل القلمون على تويتر عن استهداف تجمعات لحزب الله بصاروخ كونكورس في الرهوي من دون أي صور تثبت هذا الحادث. لهذه الجرود أهمية استراتيجية لوقوعها على الحدود السورية اللبنانية، فالسيطرة عليها تعني تضييق الخناق على المجموعات المسلحة والحد من رقعة انتشارها وتوسيع رقعة الأمان باتجاه الأراضي اللبنانية. اولا هذه النقاط استراتيجيه بجرود عرسان، بس كمان حزب الله سيطر على نقاط اساسيه بجرود نحلي منها شميس الحمراء ومجر الحمراء. طيب هيدي المنطقه كبيره كثير، طولها 40 كيلومتر، لما بتبلش بجرود نحلي ويونين يعني عم تحكي جنوبي عرسان، بعدين شمالا وصلنا لجرود عرسان، بعدنا عم نحكي بعاد كثير عن مدينه عرسان. وهذا أنا برأيي إنجاز عسكري تكتيكي مش استراتيجي مهم جدا، وبعتقد أنه رح يتابع وحزب الله تقدمه مدى ما عم بيحقق هذه الإنجازات. على مساحة تصل إلى نحو 350 كيلومترا تمتد جرود عرسال في جبال القلمون، وبارتفاع يصل إلى نحو 2000 متر عن سطح البحر في بعض المواقع. باستمرار معركة القلمون السوري وهي مستمرة بالأراضي السورية، هول المجموعات المسلحة ما عندهم خيار إلا يجوا على الأراضي اللبنانية. بس عم تحكي يعني شيء خطير وهم نفس الوقت خطير جدا. اليوم عم يرجعوا بانتظار، نحن ما في حسم لقرار الجيش ومسألة دخوله على عرسان، ممكن الخيار الأمثل بالنسبة للنصرة بس يوصلوا ينزركوا بهالمحل، بيرجعوا بكرروا عرسال 2، بفوتوا على الضيعة، بجروا الجيش على عرسال حزب الله وبيقولوا انتظروا، بصير اسهل لهم لوجستيا بين المدن والمدنيين. تماما، هذا اللي انا بخاف منه، عم بخاف انه يرجعوا على عرسال بهذا الوضع جغرافيا على الارض. هلا بعد ما اخذوا وادي الخير وهيك بيقدروا يفوتوا على عرسال، يرجعوا عرسال هلا النصرة؟ ايه لانه ليك هذا حزب الله اخذ جرود نحلي جايين من ويونين من الجنوب الى الشرق، هذه اسمها جرود. عم يدفشهم باتجاه جرود عرسال، حقق تقدم بجرود عرسال، بس انت عم تحكي عن جرود عرسال كلها كبيره جرود عرسال، لذلك هلا في ظل هذه العمليات العسكريه ودفعهم نحو الشمال، مين بيمنع انه يبداون بالتسلل الى داخل عرسال؟ المعارك المتواصلة التي تشهدها المنطقة تغير خريطة السيطرة بشكل مستمر، وعلى ما يبدو ستكون أسرع مما هو مرجح، لا سيما مع تقدم حزب الله من جهة الجنوب والجنوب الشرق من محاور عدة، فيما يعد وادي عجرم وسهل ميرا في الجهة الشمالية الشرقية نقطة تماس مع مسلحي داعش. أهلا بكم من جديد. شاهدان سريان قدما إفادتهما إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأول وصف اللحظات التي تلا تفجير 14 من شباط 2005، والثاني تحدث عن شاحنة الميتسوبيتشي الشهيرة. استجوبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحد الشهود السريين وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي، فتحدث عن اللحظات الأولى التي تلت وقوع تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري، وعن وصول الشخصيات الأمنية والسياسية إلى مكان الجريمة من بينها اللواء علي الحاج وبهاء رفيق الحريري. إجا الشيخ بهاء كان كتير عصبي وكان حامل مسدس بإيده وكان لابس كاب طويل وكمشني من الجعبة بالتحديد وكان مفتوح باب السيارة الشبح أثناءها
وطلعني ورا وطلع قدام وعلى الطريق سألني وينه الوالد؟ قلت له بالمستشفى. قال لي كيفه الوالد؟ قلت له كمان بالمستشفى. وصلنا على باب المستشفى الجامعة الأمريكية، نزل الشيخ بهاء من السيارة ونزل معه فرده. طلع فيه كان في نيرستين ظاهرين من الجامعة الأمريكية، عم صرخ عليهم قال لهم وينه الوالد؟ قام قالوا له خافوا منه، قالوا له الوالد منه هون. قام اطلع فيه كمان بعصبية وبنرفزة، وكان حامل الفرد بإيده. أنا حسيته بدي أوصلي، فكرني أنا عم بكذب عليه أو شيء. كان إجا وليد جنبلاط وأخده على جنب وقال له أنه أبوك فارق الحياة، استشهد. وتوقف الشاهد عند عمل أجهزة التشويش قبيل وصول موكب الحريري إلى مكان الجريمة. أنا أكيد 100% أنه الأجهزة كانت عم تشتغل 100%، لأن كان الراديو بس طلعت فيه بالسيارة كان الراديو عم يشتغل. بس قربنا لبعد الساعة بشوي أول شارع فوش وقف كل الاتصال. وفي جلسة ما بعد الظهر استجوبت المحكمة شاهداً سرياً آخر عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت، وهو صاحب معرض لبيع المركبات في طرابلس. فتركزت الإفادة على فان الميتسوبيتشي كانتر والرجلين اللذين اشترياها من معرضه ودفعا ثمنها نقداً 11,250 دولاراً. لم أتعرف على أي أحد منهما ولم أرهما من قبل، تم دفع نقداً. لم يوقع لا إيصال ولا عقد، لم نطلب لا بطاقة هوية ولا شيء. حررت لهم هذا الإيصال وسألتهم عن اسم، فقالوا لي أنه اسم محمد المصري. وستتابع المحكمة الدولية الاستماع إلى إفادة هذا الشاهد السري يوم الجمعة. بعد التحقيق الذي عرضته قناة الجديد عن معاناة اللبنانيين في الجابون لعدم وجود أي تمثيل دبلوماسي في السفارة اللبنانية في بلادهم، ما عرقل معاملاتهم ومنها تجديد جوازات سفرهم للمجيء إلى لبنان، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لقناة الجديد أنه تم الانتهاء من الإجراءات في الوزارة لإرسال البديل في الأيام المقبلة، وبذلك تكون هذه القضية قد سلكت نصف طريق الحل في انتظار وصول الممثل الدبلوماسي اللبناني إلى الجابون. يتضامنون مع حقهم في عيش حياتهم الطبيعية. دفاعا عن حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها مجلس النواب قبل 15 عاما ولم تطبق بعد، نزلت الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ساحة النجم مع عدد كبير من اللبنانيين في اليوم الوطني للتضامن مع أنفسهم. القانون بعد 15 سنة، بعد نضال أكثر من 20 سنة لإقراره، لم يزل بعيد كثير عن التنفيذ. إنني لا أريد أن أحاسب ولا أعاتب، بل جئت أطالب بحق سلب مني، حرمني العيش كغيري من الناس، حرمني حتى من وجودي. فالكفف ليس مشكلتي، مشكلة المجتمع. نحن كلنا مجتمعين مع بعض وما عم ننسمع، فكيف لو كنا لوحدنا كأشخاص صنع؟ بس نحن رح نضلنا نسعى ونجتهد تنوصل للنهار رح. وهنا نسأل النائبين قاسم هاشم وميشيل موسى عن سبب التراخي في تطبيق القانون، وهما اللذان تابعا هذا الملف من نقطة الصفر. دائما الإشكالية كانت بهالبلد مش بالقوانين بل بتطبيق القوانين، وهذه إشكالية الإشكاليات. طبعا اليوم نقول في مسؤولية، في تقصير وفي قصور عند الحكومات المتعاقبة من 2000 لليوم اللي ما قامت بواجباتها تجاه هذه الشريحة من مجتمعنا. أدى بحاجة لأنه يتعظ البعض من أهل السياسة من هذه الشريحة، لأنه ولا يوم كانت المشكلة في إعاقة الجسد بل في بعض العقول التي تتحكم بمصائر أبناء هذا الوطن. في كتير في إشي حتى ما يكون ظالمين يعني للحكومة، لكن في إشي تاني ما انعملت مثل عم نذكرهم، وهذا الموضوع بيبدأ من أن يكون للحكومة ضمن برمجتها العامة نظرة ورأي وأولوية لهذا الشأن
تطبيقا لهذا القانون، فهذا موضوع لا يتعلق فقط بوزير، هذا يتعلق بعدة وزارات ويتعلق بالتحديد بسياسة مجلس الوزراء. ولأن الحياة لم تتوقف في 15 سنة تلك على الرغم من الصعاب، فقد غنت فرقة الجمعية اللبنانية للضرير والأصم في بعبدة أجمل الأغاني، فعدم الرؤية لا يمنعهم من الإبداع بالنوتة. الإعاقة طبعاً كف البصر، ونحن بنشتغل على السمع كل شيء، يعني كل شيء بنحفظه سمع، والموسيقية يعني بنوت لهم نوتات كمان بنقولهم على السمع وبنعزفهم مثل بعضنا كلنا، وبالإجمال ما في صعوبة. الحواري حواري الحبها قلبي مهودين، وهبنا القلب للغالي مهودين. بين ربوعنا حلو تحك الزهرات الوادي، بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا، بالأخصامنا حلو هنا للطير الشادي. هذا اليوم التضامني ليس للوقوف إلى جانب شريحة معينة، بل هو للتضامن مع ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فكلنا معرضون لأن نصبح جزءا من هذه الشريحة. أصحاب وسائقو الشاحنات يعتصمون في الشمال والبقاع، ووزير الزراعة يحذر من كساد الإنتاج الزراعي ويؤكد أنه لا يمكن تعطيل البلد من أجل موقع. من السرايا الحكومية وفي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الزراعة أكرم شيب أنه لم يتلقى جوابا من الحكومة على طلبه تخصيص الأموال لتصدير الإنتاج الزراعي، محذرا من الخسارة الفادحة التي قد تلحق بهذا القطاع الحيوي بعد إقفال معبر نصيب السوري في وجه الشاحنات اللبنانية. أنا خائف على الأسواق، ولما أقول ما فيش تصريف يعني فيش زراعة في المستقبل في البلد، وبنفس الوقت لما عم نفقد الأسواق عم نفقد مدخول مالي كبير عم بيجي على البلد. من أصر على طرح التعيينات اليوم وعلى بحث موضوع إرسال، علما أنه موضوع بعد إرسال عم ينبحث، بس من يصر على هذا الموقع أو على هذا البحث ويعطل جدول الأعمال أو الأمور الطارئة في جدول الأعمال من خارج الجلسة يعني هو المسؤول. موقف شيب تزامن واعتصام أصحاب الشاحنات المبردة للنقل البري على أوتوستراد طرابلس بيروت عند القلمون شكة، تنديدا بتجاهل الدولة لمشكلتهم وكساد بضائعهم. نطالب الدولة تأمين خط بحري بجهة عبارات ملك الدولة، التعويض على أصحاب الشاحنات والسائقين أسوة بالقطاع القطاعات الأخرى. وشهدت ساحة شتور اعتصاما مماثلا لأصحاب وسائقي الشاحنات الذين قطعوا الطريق الدولية بعض الوقت. لم نسمع خبر من الدولة ما هو مصير إيجاد عبارات بالتملك أو الإيجار، مع العلم أن المواسم أصبحت مرمية على جوانب الطرق. هيدي عالم وناس صاحبين برادات، شفرية، مزارعين، عالم عيال بدها تعيش بدها تأكل، 3.5 أشهر ما حدا عم يطلع فيهم. وين الدولة تبعنا؟ 3 أشهر مش قابضين ولا ليرة، 3 أشهر وين الدولة؟ كنا نفوت نحن مصرفين المكاتب $2 مليون على خزينة الدولة بس بالمصنع نحن كنا نشتغل فيها، ما حدا طلع فينا، ما حدا اهتم علينا. رحت بدي أقدم بشركة قال تشتغل ب $300 مثلك مثل عامل الأجنبي، وبتمضي على ورقة ما لك حقوق، ما لك شيء بس تفل. طب هاي أنا منين بعيش ولادي؟ أنا عندي 5 منين بعيشهم؟ وطالب المعتصمون بفصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال العامة. حلم ميا تحقق. في إطار حملة بيرسيل خفف الحمل وحقق الحلم لدعم جمعية تمنى بهدف تحقيق أحلام الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، اجتمع بيرسيل وتمنى مرة جديدة لتحقيق حلم ميا ابنة 8 سنوات، وهو السفر إلى ديزني لاند في باريس ولقاء شخصياتها المفضلة. أعد
تحدى الفريقان بيرسيل وتمنى مفاجأة كبيرة لميا في جو من الفرح في أسواق بيروت، حيث ظهرت شخصيات ديزني في عرض راقص ومرح شارك فيه أطفال تمنى. وكانت المفاجأة مؤثرة جداً في الجميع عندما لاحظوا ملامح السعادة والأمل على وجه ميا التي حصلت على تذكرة السفر إلى ديزني لاند. يذكر أن بيرسيل وتمنى قد حققا أكثر من 1500 حلم حتى اليوم. أهلا بكم من جديد. بعد مرور عام على توليه الحكم، الإعلام المصري يكشف حساب الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقرير منى عشماوي. عام على تولي عبد الفتاح السيسي لحكم مصر، لتبدأ بعض وسائل الإعلام المصرية في سرد كشف حساب للرئيس المصري وسط ارتفاع ملحوظ لأسعار الغذاء والكهرباء ومشتقات البترول، مع خروج كافة وجوه نظام مبارك من القضايا الجنائية ببراءات. فاللي فاكر بقى أن شوية معاناة اقتصادية ولا شوية رفع أسعار ولا الكهرباء لو قطعت في الصيف ولا القوطة لما غليت أسبوعين ولا البامية لما غليت 10 أيام ده عيشة ما تتعش، أنا بقول له خد باسبورك وروح سلم نفسك لداعش العراق ولا داعش سوريا، خد باسبورك واطلع على الحدود لليبيا وعيش لو عرفت تعيش، خد باسبورك وروح في اليمن مع الحوثيين اتلحوس معاهم، خد باسبورك وغور. ليقف الإخوان المسلمين بالمرصاد للدولة في ثأر بات عميقاً يصعب السيطرة عليه بعد حكم بالإعدام على كافة رموز وقيادات الجماعة المحظورة من جهة، والقبض على بعض من الرموز الشبابية للحراك السياسي في مصر وسجنهم لسنوات، كلها أجواء تموج بالبلاد التي قامت بثورتين طلباً للديمقراطية والعدل والحرية، لتتأخر خارطة الطريق في إنجاز البرلمان المصري حتى الآن. كان في 4200 شكوى لديوان الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليها، وطبعاً بيّن التقرير أنه أجهزة الدولة لا تتفاعل بالقدر الكافي مع شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده عيب خطير لأنه قانون المجلس أنه قانون إن المجلس استشاري، فالموضوع يحتاج إلى تغيير في قانون المجلس حتى يكون هناك تفاعل بطريقة أفضل مع أجهزة الدولة. حرب في سيناء بدأت منذ عزل محمد مرسي من الحكم ولم تنتهي، ترتفع معها قائمة الضحايا من الجيش والشرطة بل والقضاء إلى أعداد من القتلى تتزايد كل يوم في معركة يبدو أنها بدأت ولن تنتهي قريبا. الإرهاب هو الانتهاك الأول والأخطر الذي يستهدف حالة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي فإن هناك عدد آخر من الانتهاكات بعضها يأتي عن طريق السلطات وبعضها أيضا يأتي عن طريق دوائر أخرى. المجلس يطالب بتعديلات في قانون التظاهر السلمي، المجلس أيضا يطالب بإدخال تعديلات على أماكن الاحتجاز حيث لا نشهد فيها ظاهرة التكدس، أيضا يرصد المجلس بعض الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير ويدعو إلى الحد من التحريض على العنف أو التحريض على الكراهية في أنماط الأداء الإعلامي التي تتسم أحيانا بالانفلات والحدة. يطل السيسي على الشعب مرة في الشهر يتحدث عن كل ما يتساءل عنه المواطن المصري بطريقة تميزت بالهدوء والود، يشرح فيها أين تذهب الأموال التي تصل إلى الدولة، ويعد باستثمارات بها وعود للملايين التي ما زال لديها أمل بأن الرئيس سينجز ما وعد به. كل هذا وسط غموض يكتنف دعوات بدخول الفريق أحمد شفيق على الخط من جديد وجها للرئاسة، يستغل أوضاع البلاد المترنحة ودعم دول بعينها له، إلا أن الكثيرين يستبعدون هذا السيناريو طالما أن مؤسسات الدولة العميقة في رضا مع الرئيس، وطالما ما زال هناك الملايين من الشعب يؤيدونه. بعد أكثر من 4 سنوات على قيام ثورة يناير، بدأت عمليات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، ليأمل المصريون أن لا يكون هذا هو هدم لحجر بل هدم لأفكار أزكت الفساد والظلم بين المصريين لسنوات طويلة. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.
هربوا من السيول في العاصمة الغانية، فكانت النيران في انتظارهم. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في محطة وقود في العاصمة الغانية أكرا إلى نحو 90 قتيلاً، وكان حريق قد شب في محطة للوقود في أكرا لجأ سكان إليها للاحتماء من أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وفق ما أفادت الشرطة والصليب الأحمر. وقال ضابط كبير في الشرطة إن فرق الإطفاء عثرت على 70 جثة، فيما تحدث منسق إدارة الكوارث في الصليب الأحمر عن أكثر من 90 جثة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. الرئيس الغاني تفقد موقع الانفجار ودعا إلى الهدوء في الوقت الذي تحاول فيه السلطات التعامل مع آثار الحريق والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أيام في وقت تعرقل الأمطار الغزيرة جهود الإغاثة. عشيرة عراقية تستغني عن 51 امرأة من أجل الصلح. قدمت عشيرة شاوي في البصرة 51 امرأة إلى عشيرة الجرامشة لتسوية خلافات عشائرية بينهما. هذه الخطوة أحدثت موجة انتقادات كبيرة، لا سيما من قبل الجمعيات الحقوقية التي تنشط في العراق. الجدير ذكره أن جمهورية العراق ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية، لكن الفراغ السياسي أعاد إلى العشائر نفوذها من جديد. جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية التي تعمل للحد من هذه الظاهرة العشائرية دعت إلى الوقوف في وجه ما سمته ظلمة واستبداد العادات والتقاليد المتخلفة. الفصلية هو بالتعريف البسيط هو الغرامة التي تدفعها العشيرة المعتدية إلى العشيرة المعتدى عليها. في جلسة صلح تتم بين العشيرتين ويتم خلالها الاتفاق على طبيعة ونوع الغرامة التي تدفعها الفصلية. غالبا ما تكون الفصلية عبارة عن مجموعة من النساء، وغالبا ما تكون النساء هن من القاصرة. المرجعيات الدينية استنكرت هذا الفعل الجاهلي أيضا، فدعا زعيم التيار الصدري مقتدى صدر في حديث إلى موقع قناة السومرية العشائر المسلمة إلى النظر بهذا الأمر وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر. حكوميا قال مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد المرياني للقناة عينها إن جلسة صلح عشائري عقدت قبل أيام من ناحية الدير بين عشيرتين متنزعتين هما الجرامشة والشاوي، وتقرر في الجلسة حسم النزاع من خلال تقديم الشاوي 10 نساء فصليات إلى الجرامشة، وأكد أن الحكومة المحلية في البصرة ترفض اتباع هذا الأسلوب في فض الخلاف والنزاعات العشائرية. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 5 حزيران 2015 ونبدأ بالنهار. الثقة بالجيش وقيادته في تكليف جديد، والحكومة على حبل التهديدات بالشلل. داعش على أبواب الحسكة، ألاف السوريين فروا إلى تركيا. خامنئي يحذر من الانقسامات وروسيا تستعد لتصدير الصواريخ. ننتقل إلى عناوين السفير، تبدل جذري في خريطة المواجهات في جرود عرسال، النصرة محاصرة بين الجيش وحزب الله، وداعش يتفرج. إسرائيل تستبعد الحرب على لبنان وتستعد لها، تهجير 1.5 مليون لبناني لمواجهة جهوزية المقاومة. ننتقل إلى الأخبار وفيها حماية الصناعات اللبنانية تستفز السعودية فتلوح بعقوبات، الحكومة خارج الخدمة، دروز السويداء لن نكرر مأساة إدلب. ننتقل إلى الأنوار وفيها التكتل العوني يهدد بتعطيل الحكومة وقرار للمشنوق بالتمديد، تحرك مسلح للعشائر في البقاع، الحشد الشعبي العراقي يفجر سيارات مفخخة لداعش. ننتقل إلى عناوين الديار، قلق درزي شامل مع وصول داعش إلى تخوم السويداء من بادية تدمر، جملاط أوفد أبو فعور إلى الأردن وتركيا والمشايخ نقلوا لإرسلان هواجسهم، الموقف موحد في السويداء وخطوات لتنظيم المواجهة، ودروس فلسطين يهددون بالتدخل، الشلل يتمدد إلى الحكومة بعد الرئاسة والمجلس النيابي وسجالات وزارية حادة، بري سلام سيتروى كما ترويت، هل يبقي سلام على توقيعه؟
24 وزير. حزب الله أنجز تحرير أكثرية جرود عرسال والجيش قصف جرود رأس بعلبك. في عناوين المستقبل، حلف الشغور يطبق على المؤسسات، فراغ رئاسي وتعطيل تشريعي وشلل حكومي، الجمهورية في خطر، مجزرتان في إدلب وحلب وأحباط اقتحام لليرموك، تل أبيب تتوعد بتهجير 1.5 مليون من جنوب لبنان. في عناوين البناء، اليمن للعد التنازلي من الحرب وسوريا إلى موسكو 3، الحكومة تفوض الجيش بعرسال لدراسة واتخاذ المناسب، المشنوق مدد لبصبوص والتيار لا يرى بصيص أمل، الأسد الإرهاب لا يعرف عدواً عفواً الإرهاب لا يعرف حدوداً. في اللواء لهذا اليوم، معادلة عون تروع الحلفاء والخصوم، روكز أو الشارع، 4 ساعات عصيبة في مجلس الوزراء، وتكليف الجيش تحرير جرود عرسال والتمديد سنتين لبصبوص، النظام يساعد غاراتي على حلب وخوجة يلتقي دمستورة، داعش على أبواب الحسكة ودمشق تتهم الأكراد بالتخاذل. أما في البلد اليوم، الامتحانات الرسمية شبح الإفادة ما زال مسيطرا، سقوط سلة التعيينات يعطل الحكومة، داعش على أبواب الحسكة ووزير الدفاع واثقون بالجيش، الحوثيون سيشاركون في محادثات جنيف. ننتقل إلى الجمهورية، بعد الرئاسة والمجلس الحكومة، عون وجعجع وأحمد شوقي، توقيف ياسر الأسعد مسؤول تفعيل خلايا الأسير في صيدا. في الحياة لهذا اليوم، استنفار لعناصر الجماعة في صنعاء وغارات للتحالف على مقر البحرية في الحديدة، الحوثيون لحضور جنيف دون شروط، النعيمي للحياة لا يمكن التنبؤ بعودة البرميل إلى 100 دولار، غارات للتحالف تخلف 150 قتيلا وجريحا، مخرج مركب للخلاف على وضع عرسال. أخيرا مع الشرق الأوسط، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة نسعى لوضع الرئيس السابق ضمن القائمة الأممية للإرهابيين، صالح يعرقل جنيف والحكومة تحدد مستوى التمثيل، باسيل قال للشرق الأوسط إن الجيش هو الوحيد المكلف محاربة الإرهاب، وزير خارجية لبنان تجاوز السعودية للمواقف المتحاملة دليل محبة. كان في النشرة، باسيل يرفع سقف المواجهة. أي قرار بيطلع من مجلس الوزراء ولن نسمح بإمراره ولا بالنقاش فيه قبل حل مسألة التعيينات الأمنية. تأجيل وتسريح لواء بصبوص سنتين. وقرار مخالف للقانون وللدستور. الحزب عند سهل الرهوي، رحلة هروب النصرة من جرود عرسال. وكان في النشرة، جردة حساب عام على حكم السيسي. أجهزة الدولة لا تتفاعل بالقدر الكافي. إذن هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند 10:30.